ايه فكره ان احنا دلوقتي بقى عندنا قناعه ان اي حد هيتكلم في السياسه هيتقبض عليه؟ يا جماعه الراي يترد عليه براي. فجأة عمرو أديب بقى نصير الحرية والحريات؟ فجأة عمرو أديب تحول المدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير؟ هو الحاجات دي بتحصل بالزرار؟ ده مش كلام عمرو، دي رسالة سعودية للضغط على عبد الفتاح السيسي.